بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من 5 ساعات كنت عامل فيديو بتكلم فيه على ان انا مشجع منتخب مصر، نفسي ان احنا نقع في فرقه زي منتخب تونس او منتخب نيجيريا او منتخب السنغال، وكنت بتكلم خاصه عن المنتخب التونسي ان احنا الاثنين بنعك حاليا وفتره كده بعاد عن الاداء. احنا مالناش علاقه بموضوع الاداء الكويس ده، احنا او المنتخب التونسي بنعمل نتائج بس، ما بنقدمش كره جوه الملعب بس بنعرف نطلع كسبانين بمجهودات فرديه. بس بصراحه الحاجه الوحيده اللي لم اتوقعها ان منتخب تونس هيروح يخيش في غينيا الاستوائيه، دي حاجه كنت مستصعبها جدا. بس لما قعدت فكرت كده قلت لا، فعلا لسه كلام زي ما الناس بتقول ان تونس لسه ما صعدتش، خصوصا ان ماتش موريتانيا اللي كان مفترض تونس تخلص المجموعه بدري بيه، السيد موز الكبير قرر ان هو يروح هناك يعمل جيم دفاعي ويقرر يهاجم اخر ربع ساعه. اللي هو بسم الله ما شاء الله، انت عندك مشكله في النزاعه الهجوميه وعندك مشكله في الكور الهجوميه عندك، فتروح تعمل جيم دفاعي على فرقه تعبانه، فربنا يكرمك وتطلع متعادل معاهم 0-0. فالماتش يتصعب عليك بتاع غينيا الاستوائيه، لان غينيا الاستوائيه على ملعبها الملعب طبعا ما يساعدش على كوره، وكده كده انا مش طالب منك كوره، انا ما باجيش اتفرج على كوره مع المنتخب التونسي، مع احترامي. عندك نص ملعب في لعب الكوره زي فرجاني وعيسى العيدوني، والناحيه الثانيه مفترض ان في انس بن سليمان او حتى كان بيبقى فيه الياس سخيري، برده منتخب تونس ما بيقدوش كوره. طب الباكات بقى، الباكات سواء معلول او وجد كشريده، بص هو الماتش اللي فات لا معلول ولا كشريده كانوا موجودين، ومع ذلك برضو شفنا المنتخب التونسي في عك كتير. طب ده يخلينا ما نفكرش في حاجه، ان الموضوع مش في المجموعه وان الموضوع كده بره في المدرب اللي على الخط. يعني المجموعه اغلبيتها بتتغير كل ماتش، بس الاداء هو اللي ثابت. يعني بسم الله ما شاء الله تغييراتك كتير، وبسم الله ما شاء الله نفس العك هو بالكربون بالظبط هو تبعت قدام الماتش كده، اللي هو يعني مفترض في وقت لعيبه المنتخب التونسي تقرر ان هي تشوط، لا ما بيشوطوش. وقت لعيبه منتخب تونس تقرر ان هي خلاص احنا محتاجين نخترق من العمق، نلعب سيف الدين الجزيره على الارض، لا احنا قاعدين نلعب كوره طويله. ليه؟ الملعب ما بيساعدش. لو انا مش طالب منك حاجه يا باشا، انا كده كده اساسا لما بتروح تلعب على ملعب نظيفه ما بتلعبوش كوره، فلما طالب منك انك تعمل اداء في غينيا الاستوائيه هبقى بظلمك. بس ما طلبتش منك انك تطلع خسران، يعني انا عارف ان انت مش بتاع اداء كويس، بس عارف برضو انك بتعرف تعمل نتائج وانك بتعرف تطلع كلين شيت. اطلع كلين شيت تصعب، لا مش هطلع انا كلين شيت، هخلي لعيب زي سلفادور يتنجم عليا، وهخلي المنتخب الغيني يسجل في الدقيقه 82. يعني انا قعدت 82 دقيقه بعوق، 82 دقيقه ماليش فرص خطيره على مرمى بتاع المنتخب الغيني، ما عنديش مشكله، بس مشكلتي انك تقرر تخش في الجيم بعد ما تلبس الجون الاول اللي هو في الدقيقه 82، قرر ان هو يعمل تغييراته. معلش هو عمل التغييره بتاعت محمد علي بن رمضان بدري، دي ده بيعملها كل ماتش، اللي هو في الدقيقه 75 تلاقي ان هو عندي مشكله في الشق الهجومي ومفيش لعيب في نص الملعب بيقدر ان هو يطلعني اعمل فرص هجوميه، ومفيش حد بينقل الكوره من التلت اللي تحت للتلت اللي فوق، فاعمل ايه؟ انزل محمد علي بن رمضان. الفكره دي ما بتنجحش خالص، بس هو مقتنع بيها، مش عارف برضه اللي هو في حاجات غريبه الراجل ده مقتنع بيها في دماغه ما يفهمهاش غير هو. فيقرر بقى ان هو خلاص يا جماعه احنا محتاجين بقى نعمل تغييرات. تغييراتك بدات زي ما قلت لك محمد علي بن رمضان وطلع فرجاني، وبعد ما لبس الجون كرر في الدقيقه 86 نزل سيف الدين خولي ويطلع عيسى العيدون اللي هو بهاجم اهو بعد ما خربت مالطا، وغيلان شعلاني مكان انيس بن سليمان. طيب هل انت كنت ممكن تجيب جون اساسا بعد ما لبست الجون؟ لا والله، زي ما المعلم كان بيقول المنتخب التونسي لو قعد يلعب 10 دقايق مش هيسجل جول، وكنت انا عايز اقول له عزيزي لو المنتخب التونسي قاعد يلعب من هنا لبكره الصبح مش هيسجل اجوان. طب هل الموضوع كده سوداوي قوي؟ لا ما اعتقدش. لعيبه منتخب تونس تقدر ان هي تطلع كسبانه الماتش الجاي بتاع زامبيا، بس اهم حاجه لعيبه منتخب تونس تاخد ادوار هجوميه من المدير الفني بتاعها السيد موز الكبير. اتمنى ان الصحافه بعد ما تسلخه النهارده يقرر ان هو يهاجم، ما يقررش ان هو يعمل جيم دفاعي ويعتمد ان احنا يعني يمكن كده ربنا يكرمنا وغينيا تتعثر، ويمكن كده ربنا يكرمنا والموضوع يخلص. الموضوع مش مستاهل كل ده، اكسب انت وهتصعب. اتمنى انك تعمل جيم هجومي قدام زامبيا، علشان خلاص الوضع بقى ممل جدا يا راجل. يعني نصعد بقى ونخلص ماتش زامبيا ونقعد بقى نتكلم مع بعض كده، نواجه بعض ونعك ولا ما نعملش ايه، بس اهم حاجه تعرف تصعد. اعرف اصعد واعرف خلصت بدري عشان خاطر خلاص يا معلم الموضوع بقى صعب جدا ان الواحد يتحمل كميه الافكار الغبيه دي مع اللعيبه الكويسه دي مع الاداء السيء ده، وفي الاخر ما تصعدش في مجموعه فيها غينيا الاستوائيه وزامبيا. الموضوع ممل، خصوصا انك كسبت زامبيا الفريق الاقوى على ملعبه، فلما تيجي على ملعبك ما تعرفش تكسب، ده مصيبه سودة. بس ان شاء الله باذن الله هيعرف يعمل نتيجه ايجابيه ان شاء الله. حاسسها والله بفرديات اللعيبه، يمكن ربنا يكرم لعيبه منتخب تونس ويكونوا عاليين جدا جوه الملعب الماتش الجاي، انما السيد موز الكبير
ما انتظرش منك اي حاجه، بس انت زيك زي البدري والله، الكلام معاكو تعب ووجع على البطن والاعصاب وخلاص. فهنا نكون خلصنا الفيديو. لو عجبك الفيديو اعمل لايك، لو ما عجبكش ما تشتمش، ما تشتمها مش هبقى انا منزل كبير في فيديو واحد.